لو الحكاية فيها إن فيديو الدنيا اتربت علينا، الناس كلها مشينا وحورنا، الناس كلها زي جسم متطور ورجل مش لاقي، فقمنا لقينا الدنيا مبهدلة خالص، فاتنا وشمال الكورة زحقنا على بعضنا، طلعنا في الطريق لقينا الدنيا مدمرة خالص، نزلنا مرة في الشارع لقينا المديرية كلها مبهدلة، زي ما وش المديرية كلها بالسوق والباب كله. طب انت شفت حد من الناس اللي عملوا التفجير ده؟ لا كنت الفجار حصل واحنا نايمين. طب انت كنت نايمين فين؟ الدور الثالث، الدور بتاع المساعد. الدور الثالث؟ الدور بتاع المساعد. انتوا وقت الراحه بتاعكم الساعه كام؟ يعني الساعه 1 2. واحدة؟ ماشي. طب من الساعة 1 في زمايلك موجودين في الخدمة مع مكانك؟ لا يعني مش خدمة، أنا شغال مع ظباط. تمام. شغال مع الدعوة والتمرير والإعلام والعلاقات. تمام. في عساكر تحت الإيد وقوات الأمن والمعسكرات والمسؤولية اللي عندها مستنى سنة بسمارة. أنت كنت خدمة في الدور الثالث. والخدمة طبعا انتم مكلفين جوا المديرية بالتأمين. في زمان ليك وقت الراحة البجر حصل سنين الزب جانينا كله متعوانين انا وزمان والجلوبة يزاول طيب ما سمعتش عرفتش مين اللي كان عملها او بتعرض معلش ارجع عشان اجي في ايدو ماشي عالم سلام زي كده على الشارع برضه. في الطبق الكام يعني؟ الدور الثالث. الدور الثالث؟ في الواجهة برضه. وجهة الشارع. تمام. وصحيت وسمعت عن صحينا على صوت الانفجار. لقينا الحيطان وقع علينا والسراير وزمايلنا فوق بعضينا. طب انت ما سمعتش مين اللي يكون شخص رأوه او شافوه؟ الله اعلم. طب يقول يا سيدي حسب الله ونعم الوكيل. فيديو